السلام عليكم. في هذا الفيديو بشاريكم طريقة الوصول للباتسيري الزيتونة المشهورة اللي تبيع الطاط قبل توا من قرية لافينيو، من قرية كبيرة متاع لافينيو، تمثال ابن خلدون، ثم التقوى ليزاركاد وين موجود مغازة العامة، ثم قوس باب حر، ثم بعد القوس فما مدخل نهج القصبة اللي من هنا ما ندخلوش منه، ندخلو من مدخل نهج جامع الزيتونة، سوق نهج جامع الزيتونة. وديما طول في آخر النهج تلقى جامع الزيتونة، الدور على اليمين بين قوسين في ثنيتكم تلقاو محلنا، محل الرئيس. عندنا الزيوت الطبيعية والكريمات والعطور وغيره، هاو من اللوطة اليام تاع الفيسبوك متاعنا. نغلقو القوس ونكملو ثنيتنا، ندورو على اليسار تلقاو السوق العطارية، نمشيو طول والدور أو الدورة على اليسار من هنا نازل. ولهنا ديما طول طول نخرجوا من نهج نسال مسقف وندخلوا نهج تربة البي، ومازلنا ديما طول طول. تلقى الدار اللي يسكن فيها ابن خلدون اللي كان يسكن فيها، ثم المسجد اللي قرا فيه، بعد تدخل على النهج المقابل هذا اسمه نهج الغني. تلقى مرتبة الزيتون ويحل بعد شوي.